ما هو احنا برضو عايزين نبطل كلمة كليات القمة دي. انا عايز افهم ايه كليات القمة. يعني انا دايما اقول القمة للمتميز، يعني حتى السبع تلاف بتوع تجارة اللي في دفعة واحدة دول لو واحد بيحب دي وبياخد لها بره كورسات تساعده وتأهله هو ده المتميز، رغم انه قاعد وسط 7000. لو واحد قاعد وحواليه 7 وهو دي ما تخصوش ومضايقاه وداخل بغصب عمره ما هيتميز. هو وهم عشان واحد في 7. بص يا باشمهندس، هي وهم كليات القمه جايه منين؟ المصطلح ده تحديدا من بدايه الالفينات. الكليات القمه اللي غزه الفكره دي كلها كانت اباطره الدروس الخصوصيه بس كده. ليه؟ مش الكليات نفسها. لا لا لا، لان مش من مصلحه اي كليه ان يبقى عليها تكالب. وليه يتخرج ما يلاقيش؟ وليه قالوا كده؟ عشان يبقى في تسارع وتكالب على المجموع. ومش مهم بقى الولد يفهم ولا يفهمش، يعني احنا فرغنا التعليم من مضمونه. اللي هو ان انا اطلع طالب بيقدر يفهم ويفكر، لطالب بيحفظ المعلومات ويحطها في الورقه بس. وبالتالي كان هنا التسالب والتكالب على او الصراع على المجاميع. ابتدت فكره كليات القمه تتغذى بقى، والشعب المصري استاذ في الحته دي قوي. يعني ابتدى بقى، لا احنا عايزين بقى كليات القمه وهو دول احسن الكليات عندنا في مصر. لا، انا بوجه رساله لكل الشعب المصري دلوقتي وكل اولياء الامور، ان مش اللي جاب 95 احسن من اللي جاب 60. العكس، ممكن اللي جاب 60% ودخل تجارة ودخل حقوق أو دخل أداب ممكن في يوم الأيام يكون صاحب شركة شغل عنده اللي جاب 95%. يعني مش نهاية المطاف أبدا. ودي نظرة للمستقبل ونظرة وبارقة أمل بنقولها للناس كلها، إن مش اللي جاب 60% فاشل خالص، ولازم في الفترة دي نحتوي ولادنا جدا ونطبطب عليهم. كلمة الطبطبة دي أهم، لأن الطبطبة دي معناها إن ابني أهم من الثانوية العامة وأهم من نتيجة الثانوية العامة. بالعكس، هو ويبتدي يختار. أنا كنت معلش، يعني أنا كنت صاحب نظرية السيناريوهات. إيه نظرية السيناريوهات دي؟ قبل النتيجة كان المفروض ناس كتير تعمل الموضوع دوت، وإن شاء الله إحنا بنقوله دلوقتي عشان الناس تعمله من السنين اللي جاية. يعني قبل النتيجة، بعد الامتحانات وقبل النتيجة، الفترة دي كلها يبتدي في سيناريوهات للنتيجة. ابني لو جاب من 50 لـ60% ده السيناريو الاول، هعمل معاه ايه واتعامل معاه ازاي؟ اقصد البلان بي وبلان سي، الخطط البديلة. ده السيناريوهات اللي انا اقدر اعملها. الخطط ايه الخطط البديلة؟ الخطط البديلة من 60 لـ70% اتعامل معاه ازاي، والكلية اللي اقدر ادخلها ازاي. في كل الحالات هو ابني، وفي كل الحالات هو انا وصيت خالص. بالظبط. لا يعني انا مش شايف اي مبرر للاهالي اللي، يعني طبعا دي اعداد تافهة جدا جدا يعني، بس طبعا احنا نحب نكبر الحاجة الوحشة. اللي قال له لو ما جبتش مجموع مش عارف هعمل ايه، واللي تسبب في ان ابنه مش عارف ينط منين، واللي مش عارف ايه. تعرف ان حضرتك في القليوبيه ان في ولد انتحر وبعد ما جاب النتيجه ومروحش البيت عشان خايف ما رد فعل ابوه؟ ما دي الماساه اللي بنتكلم، ما هي دي الكارثه، ما هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لا، انا ابني اهم من مليون ثانويه عامه. حضرتك اب برضو طبعا. احنا انا ابني السنه الجايه في ثانويه عامه.